بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أيضا الواجب والممتنع، فما استدعى كلامه أن نتبع، يعني أن كلام الله عز وجل النفس القديم القائم بذات علية مثل العلم في أحكام ثلاثة في وجوب عموم تعلقه بالواجب والممتنع والجائز، يعني علم ربنا عز وجل تعلق بالواجب واجب الجود أي بذات علية، والجائز الجائز وجود هذا العالم من عرشه إلى فرش، والممتنع إيجاد الشريك له جل جلاله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فعلم ربنا جل جلاله الأزلي القديم متعلق بالواجب والجائز والمستحيل، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وفي هذه المناسبة، إذا مر معنا في القرآن الكريم أو الحديث الشريف صفة من صفات ربنا جل جلاله باسم الفاعل، وجب علينا أن نؤولها بصفة أو بصيغة من صيغ مبالغة، صيغ مبالغة خمسة: فعال، مفعول، فعول، فعيل، فعيل، خمسة. مثلا قول ربنا جل جلاله: الله خالق كل شيء، يفترض علي وعليك يا أخي أن نحولها إلى صيغة من صيغ مبالغة، وهي خلاق، فعال، مسيعبانا. ليه؟ شو الفائدة منها؟ لأن اسم الفاعل يصدق على صاحبه بفعله مرة واحدة، ضرب زيد عمرو مثلا، يحصل اسم الفاعل مرة واحدة. لكن بذات ربنا عليه جل جلاله يفترض علي وعليك يا أخي أن نحولها إلى صيغة من صيغ البالغة الخمسة التي تتناسب معها: الله خالق كل شيء، نحولها إلى صفة خلاق، وصفة خلاق إحدى الصيغ البالغة الخمسة التي عرفناها الآن. وما استدعى كلامه فلنتبع، يعني أن كلام الله عز وجل النفس القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى مثل العلم في أحكام الثلاثة
في وجوب عموم تعلق بالواجب والممتنع والجائز كما فهمنا هنا. ووجوب وحدته جل جلاله وعدم تناهي متعلقاته، أي صفات سبحانه وتعالى مستمرة دائما. على سبيل المثال يعني مثل رزاق، رزاق هذه صفة مستمرة للذات العلية، محيي مميت، كل ما نرى في هذا الكون فصفاته جل جلاله لا تنتهي متعلقاتها. يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى النفس القديم القائم بذاته عليا مثل العلم في أحكام الثلاثة في وجوب عموم التعلق بالواجب، وليس عندنا واجب إلا الذات العلية والممتنع، الممتنع وجود الشريك لله عز وجل، والجائز وجود هذا العالم من عرشه إلى فرشه، ووجوب وحدته سبحانه وتعالى وعدم تناهي متعلقاته كما فهمنا هنا. ثم قال بعد ذلك فلنتبع أن نتبع القوم فيما التزموه على هذه المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سلام شو سيدي؟ هيك الشاحن محمد. لا لا خليه. سيدي. إن شاء الله كلامي فهمته. إن شاء الله. في إشكال شيء عنده؟ بدي راجعه. في عندي سؤال سيدي. في عندي سؤال. اسأل. سيدي الدرس الماضي قلتم يعني إذا دلينا حبل من السماء إلى الأرض لوقع على الله. كيف؟ أي؟ مو هيك سيدي كان. إيش السؤال؟ جائز. سيدي المرة الماضية سيدي في الدرس. المرة الماضية في الدرس أنت حكيت لو دلينا حبل بيقع على الله. شو هذا؟ لو دلينا حبل. لو وقع على الله. في حديث هذا معنى. نعم. آية كريمة. نعم. والله من ورائهم محيط. نعم.